اقدر انا احافظ عليه بره المنتخب، بره الدعم ده، ما اقدرش ان انا اجازف اكتر من كده. لا قدر الله لو حصل اصابه كل حاجه ضاعت، كل البطولات اصلا بتبقى خطوه في طريق للميداليه الذهبيه في طوكيو. فمش كل بطوله انا المفروض مني اجيب اخري، او المفروض مني ان انت تحكم عليا ان انا لازم اكسب. حاسس ان انت اتظلمت؟ لا، اللي مش فاهم طبعا طبيعي يقول كده، لكن اللي فاهم في اللعبه وفاهم يعني، هو في الاخر لما يلاقينا اجيب ميداليه في بطوله كبيره هيسكت مش هيتكلم، رغم ان انا في بطوله زي بطوله جائزة الكبرى في 2014 باقل من الارقام اللي سجلتها دي، وخدت دهب في ميزان 77. طموح محمد ايهاب الفترة الجاية؟ طموحي ان انا بس ابقى يعني على قد ما اقدر ان انا اقدر احافظ على نفسي من الاصابه. هي دي المشكله اللي عندنا، الاصابه عندنا بتبقى بتاخد وقت طويل جدا عشان تعالج. التعامل مع الحديد بيبقى صعب جدا، لو في اصابه بيبقى في خوف. ف على قد ما اقدر ان انا اقدر احافظ على نفسي، ان شاء الله كل البطولات هتبقى خطوه لطريق الذهاب، والمخطط والمؤشر معروف، وان شاء الله باذن الله كلمة هتبقى أولمبياد تاني؟ ان شاء الله هتبقى الذهب، وان شاء الله هتبقى ختامها مسك ان شاء إن الله. شاء الله. امنيتي وهدفي وطموحي ان شاء الله رقم علامه اولمبي، ويبقى اول لاعب عربي يعني يحقق رقم علامه اولمبي من التاريخ القديم قوي. أول هدية جبتها لمامتك والهدية اللي هتجيبها لها السنة دي وتقول لها إيه في عيد الأم؟ أول إيه؟ أول هدية جبتها لها في عيد الأم، الهدية اللي هتجيبها لها السنة دي تقول لها إيه في عيد الأم؟ أول هدية كانت إزازة برفان من سوريا، كانت في 2006، وكانت آخر هدية كانت من لبنان، كان في معسكر خارجي هناك، جبت لها شال كده جميل كده. جيب لها ايه السنة دي؟ السنة دي يعني انا هحاول هدية بقى كمان انزل لها يعني قبلها بيوم كده عشان اقدر افكر يعني هي دماغها رايحه فين. بس انا اعتقد هي الفتره دي تعبانه قوي، فما ما فيش هي حتى انا لما بسالها انت محتاجه حاجه، فهي كانت دايما تقول لي لا مش عايز حاجه، فانا لازم انا افاجئها واي حاجه يعني بتقول لي شكرا يعني تبقى مبسوطه بيها يعني. اعتقد مشكلة. السنه دي هفكر في هديه جميله جدا، وهي مهما جبت لها من هديه مش هقدر اوفي حقها طبعا.